خلهم يرمضون ويانا حملة أطلق عنانها بيت الزكاة للعام الثاني على التوالي بهدف الإفراج عن السجناء المدينين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. طلقت حملة خلهم يرمضون ويانا لفك دين المعسرين في الديون المدنية وإخراجهم من السجون أو من كان عليه ضبط وإحضار بسبب الديون، ولأول مرة يتبنى بيت الزكاة هذه الحملة بنفسه مباشرة وبهذا المبلغ الذي انطلق من 500,000 دينار كويتي لهذه الفئة. ولله الفضل والمنة، نجحت هذه الحملة من بداية انطلاقها وقد وصلت التبرعات لهذه الساعة إلى 1,350,000 دينار تقريبا. الحملة جاءت للتخفيف عن كاهل المعسرين في الديون في عمل إنسانية فاقت نتائجه التوقعات، بما يقارب من 417 رجل وامرأة الليلة إن شاء الله يباتون في بيوتهم. الحقيقة يعني أنا أشكر الأخوة في لجنة بيت الزكاة على الجهد المبذول، جهد الحقيقة يعني كان بحرفية وهذا ما تعودنا من بيت الزكاة. طبعا احنا تعودنا على محسنين اهل الكويت وقفاتهم معانا في كل الحقيقة حملاتنا. الافراج عن المرأة المدينة على رأس الاولويات لما يمثل ذلك من اهمية في المحافظة على كيان الاسرة واعادة الامل ورسم الابتسامة على وجوه اهالي السجناء الذين يتطلعون الى عودة ذويهم وقضاء شهر الفضيل معهم.